أهلا بكم متابعين قناة مكتب العقارات المميزة، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو علشان تتابعوا معانا أجدد الشقق أول بأول. تفاصيل الشقة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يلا بينا نبدأ. هون هذه دخلة العمارة، دي شلهات أرض. نطلع نصور لكم الشقة بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شقة الدور الخامس، اتنين وريسبشن. في شارع الحديد والصلب، شارع حسن مبارك، المطبخ. في بلكونة جيب. كل ده طبعا المطبخ، بسم الله ما شاء الله. حاجة بسم الله ما شاء الله، تنفع عريس وعروسة وتنفع مصيف، تنفع لكافة الأغراض. ده الطراز بتاعها كامل اهو. ودي الشارع. ودي أوضة تانية على الشارع برضو. ده الحمام. الشقة مقفولة هاد لفترة كبيرة طبعا. بسم الله ما شاء الله. الأوضة التانية. أنا بصور الشقة من غير إضاءة، من غير نور، يعني الشقة منورة من غير أي نور ولا كهرباء مولعة ولا حاجة. حاجة بسم الله ما شاء الله.